كانت عناصر من الفرقة الإقليمية لدرك بوفاتيس في ولاية وهران من تفكيك جماعة أشرار مختصة في سرقة الكوابل الكهربائية ذات الضغط العالي من نوع الألمنيوم متكونة من 10 متورطين ينشطون عبر كامل اختصاص الولاية مع حجز وسائل النقل المستعملة في عمليات السرقة متمثلة في شاحنتين إلى جانب معدات قطع الكوابل الكهربائية. كريمة سواق رصدت لنا التالي. كان افراد الفرقه الاقليميه الوطني من توقيف عصابه اشرار متكونه من 10 افراد متخصصه في سرقه الكوابل الكهربائيه تنشط عبر كامل اختصاص الولايه، كما تمكن افراد الفرقه خلال هذه العمليه النوعيه من حجز وسائل النقل المستعمله في عمليه السرقات ومتمثله في شاحنتان، الاولى نوع جاك والثانيه نوع صافيام، وكذا سياره نوع مازدا مغطاه، اضافه الى حجز المعدات والوسائل المستعمله في تخريب وقطع الكوابل الكهربائيه، كما سمحت هذه العملية أيضا من استرجاع المسروقات المتمثلة في 47.9 قنطار من الكوابل الكهربائية.